طبعا احنا كلنا شفنا الندوة اللي اتعملت على هامش مهرجان الكتاب اللي موجود في معرض الكتاب في الشارقة، وكان موجود فيها النجم محمد صلاح. حقيقي من اول دخلة محمد صلاح وهي بتنم على العظمة، يعني كل الناس كانوا فرحانين بيه، احنا كنا فخورين بيه جدا جدا جدا. حتى المؤتمر الصحفي اللي حصل، انا حسيت ان محمد صلاح كان محمد صلاح، الشخص الطبيعي التلقائي اللي بيتكلم بمنتهى البساطة. حتى لما في واحد في الجمهور قاعد يقول له احنا بنحبك يا صلاح، رد عليه قال يا ابني بس بقى يا ابني خليني اعرف اقول كلمتين. يعني فكرة ان محمد صلاح في معرض الكتاب في الشارقة كان نجم سوبر ستار مصري رائع. الحقيقي بعد ما خلص الاحتفالية اللي عملها واللقاء اللي عمله من خلال المعرض، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا حسيت ان المفروض ان احنا نكتب بوست كلها سعادة وكلها فخر في محمد صلاح وطريقة الكلام ولبسه وثقافته، وانه راجل بسيط وراجل جميل وعايش حياته. اكتشفنا ان في ناس، انا بعتقد ان المجموعة دي مجموعة حابة انها تنقد لمجرد ان تظهر. يعني فكرة ان ايه، مسكوا جزئية في الحوار في محمد صلاح وهم بيقولوا له انت بتقرأ ايه، فقال مجموعة اسامي الناس هو بيحب يقرأهم. في مجموعة تانية بتظهر تقول لك ده انت بتقرا لدول، لا ده انت كده اي كلام، انت فعلا بتقرا للناس دي، ده انت يا ابني قدوه. وكان اللي هو قاله كانه مثلا بيقرا لمجموعه من الكتاب الارهابيين ولا حاجه، دول الكتاب احنا كلنا او في مجموعه كبيره من اللي بيقروا لهم مستمتعين بقراءتهم. حقيقه سهير انا عايزه اعرف رايك بما ان انت قارئه كمان. اللي بينتقدوه كانوا عايزين يقول على نوعيات كتب اخرى، بس المهم ان احنا نكون بنقرا، وانا بقرا على حسب احتياجاتي ومتعتي في ايه، المهم ان انا بقرا. المعرض الكتاب في الشارقه من اهم المعارض على مستوى الوطن العربي ومصنف كمان عالميا، يعني معرض كتاب اي حد يروحه يفتخر ان هو موجود فيه، بيعمل حاله وندوات وشخصيات من العالم، بيعمل حاله اهم بكتير من حاجات كتيره جدا ممكن تكون بتتعمل، كتاب كتير وجماهيريين ونجوم كتير. ففكره ان يبقى صلاح موجود في المعرض ده في ندوه عن الكتاب عن القرايه مش عن الكوره، دي حاجه نفخر بيها. ونتمنى كمان ان احنا نشوف عندنا نجوم كبار جدا على مستوى كبير جدا من الثقافه وقراء ممتازين لنوعيات متعدده ومتباينه من الكتب ومن الثقافه، زي خالد النبوي زي عمرو سعد، ناس كتيره جدا. فنتمنى ان كمان المؤتمر نشوف او المعرض نشوف فيه نجومنا دول، ونشوفهم كمان في معرض القاهره للكتاب. لكن صلاح حرفيا وزع دروس مجانيه عن ازاي تنجح في حياتك، بغض النظر بقى عن وجهه النظر الاخرى اللي فيها يعني فيها تعسف كبير جدا وما فيهاش منطق وما فيهاش اي شيء ممكن يتقال عليه ان دي وجهه نظر اصلا. ولكن مع الاحترام للجميع، صلاح اتكلم عن رحلته وعن بدايته وازاي بدا ووصل. واهم حاجه قالها صلاح من ضمن الصعوبات اللي واجهته، ان هو اختار في الاخر ان هو يعيش حياته زي ما هو شايفها، مش زي ما الناس عايزينه يعيشها. وده صعوبة جدا، لان في ناس كتير حتى صلاح قدامها وبتنتقد كل تصرف، اللي هي متخيلة ان هو ما يعملش ده عشان هي مش عايزة كده. هم ناسين ان هو شخصية تانية بتركيبة تانية، وان الثقافة افادته جدا جدا في رحلة احترافه. أنا عايز وهي أقول اللي بس شكلت شخصيته. انا عايز اقولك الثقافة صح، بس الثقافة اللي هو اختارها يا جماعة، مش شرط اني انا اكون شبه سهير وسهير تكون شبهي، لكن الجمال في ان احنا نكون مختلفين ومتقبلين لبعض. فكرة ان اي كلمة اي موقف صلاح بيعمله، اي كتاب بينزل صورته ان هو بيقراه، بيحصل نوع من الهجوم الرهيب، ايه اللي انت بتقراه وازاي بتقراه وده الكاتب مين، وكأن احنا مجبورين، او هذا الرجل المصري المشهور المحترم لعيب الكبير مفروض ان هو يفكر بنفس طريقة دماغكو، الا واذا ينقد ويتقطع ويتهاجم، وما ينفعش غير يا تعمل اللي احنا عايزينه يا
ما تبقاش محمد صلاح. في حقيقة الأمر أكتر كلمة عجبتني محمد صلاح قالها في المؤتمر ده أو في المعرض ده أو في الندوة اللي اتعملت له، لما بعت مسج لبنته مكة، بيقول دايما أنا بحب إن أنا أبعت بعض الرسائل لبنتي عشان تتعلم إزاي ثقافة الحياة. أكتر حاجة لفتت نظري إنه بعت لها مسج قال لبنته فيها إيه؟ إن النجاح بيجي من جواكي مش من كلام الناس عنك. وأنا أعتقد إن لما يبقى عندي أب بطريقة الدماغ دي، إن هو عايز يقول لبنته خلي بالك نجاحك انت اللي بتقيميه مش تسقيف الناس اللي وراكي، يعني ممكن الناس تسقف لك عشان انت بيجاملوكي بينافقوكي عايزين منك حاجه، انت الوحيده اللي قادره على تقييم نجاحك. انا بعتقد ان الدرس ده هو ده اللي ماشي عليه صلاح. فانا بشوف ان الناس كتير جدا محتاجين يرجعوا لورا شويه، لان بقيتوا دمكم تقيل. يعني في ناس خلاص بقت ظاهره ان وبتقول صباح الخير، عارفين طريقه وبتقول صباح الخير دي، ان ارجعوا انت خطوه لورا وسيبوه ينطلق وسيبوه يعيش حياته. هو نفسه قال لكم، انا عايش حياتي بالطريقه اللي انا حابب اعيش بيها حياتي، مش شرط ان انا اعيش حياتي بالطريقه اللي انتوا حابين هو يعيش حياته بيها. رسالة لكل الشخصيات اللي بتصدر نفسها حكم على الآخرين، كن حكم على نفسك، كن مصلح رائع لنفسك وليس للآخرين. حرفيا محمد صلاح أكبر مثال على أن ما فيش شخص في الدنيا بينجح من غير عقلية مرتبة ومنظمة وفي اتجاه صحيح. صلاح أثبت أن الموهبة لوحدها مش كفاية. بنشوف ناس موهوبين كتير جدا لكن ما بينجحوش وما بيوصلوش، لأن الشيء اللي يحطني على القمة لمدة سنين مش موهبة بس، موهبة أساسي لكن في اجتهاد، في ذكاء، في تعليم، في عقلية بتخليك على القمة لسنين وسنين وبتنافس نفسك وبتطور من نفسك. فبالتالي صلاح هيفضل أنجح لاعب كرة قدم عربي وإفريقي وواحد كمان من أنجح لاعبين الكرة في العالم. يمكن فكرة الثقافة والكتابة، كتب كلام رائع كاتب صحفي وزميلنا سيد محمود، وكتب كمان دكتور أسامة شوقي. أستاذ سيد محمود كتب إن إحنا نحمد ربنا إن محمد صلاح وسط نجاحه ده بيقرأ ومهتم يقرأ، وإن في معرض كتاب فكر يستفيد من شهرته. بنحييهم جدا على الفكرة عشان يشجع الناس على القراية. بتقرأ إيه؟ بتقرأ اللي أنت محتاجه، لكن ان انا اقول لا كان لازم تقرا كذا، هو مش انت، هو مش شخصيتك. كلنا بدانا نقرا مصطفى محمود وعليس منصور وملايين تانية بتقرا ابراهيم الفقي. انا ممكن ما كنتش بقرا ابراهيم الفقي، فهل ليا ان انا اعترض على ناس بتقرا ابراهيم الفقي؟ المهم ان احنا نكون بنقرا. اما دكتور اسامه شوقي هقول بس اتفضلي، طب كملي وانا هقول. لا هو انا بس الفكره في ايه، عبر ما تجيبي اللي كتبه الدكتور اسامه شوقي، انا اتعلمت من محمد صلاح. يعني احنا كلنا الناس الطبيعيين، الناس اللي بيبصوا لهذا الشخص الفتى الصغير اللي قرر ان هو يبقى نجم وقدوة عالمية، مش بس في مصر وفي الوطن العربي، عالمية. انا اتعلمت منه، اولا اتعلمت منه كم اني مفيش حاجة اسمها هم احسن وانا اقل، في حاجة اسمها هم احسن وانا اتعلم علشان انا ابقى احسن واحسن. انا اتعلمت منه التواضع، انا اتعلمت منه ان ممكن ابقى معايا حاجات كتير جدا لكن انا محتاج اني اثقف نفسي، اني اضحك في وش الناس، اني اتواضع مع الناس، اني ما ردش على كل شخص حاول ان هو يستفزني ويشتمني. كم من الناس اللي بتحاول تستفز محمد صلاح بالكومنتس، وناس كبيره في مجتمعنا، ويكتبوا له بوست، وناس زمايله في الكوره وفي لا في ميليشيات، ميليشيات من الاخوان بينتقدوا كل التصرفات. انا اتعلمت منه اني لا يبقى عندي سيلف كنترول، لان السيلف كنترول ده بيخلي البني ادم محترم قدام الناس التانيين. فكره ان انا افقد سيلف كنترول قدام بتاع لمجرد ان انا حد ضايقني، انا كنت كده وتعلمت منه ان لا، عشان ابقى واحده من احسن الناس الموجوده، علشان ابقى ملتزمه، عشان ابقى صح،
لازم امسك نفسي. فاحنا محمد صلاح قدوه من غير حتى ما هو محتاج يقول لنا هو بيكتب هو بيقرا ايه او ما بيقراش ايه. فارجعوا خطوه بره تانيه، ارجعوا خطوه لورا، سيبوه يعيش حياته، سيبوه يمتعنا بلعبه، سيبوه يستمتع بنجاحه. انا مش فاهمه يعني انت هتستفيد بايه لما تحطه يقرا زيك؟ طب هو انت مين علشان هو يقرا زيك؟ انت اللي المفروض تبقى زيه عشان تبقى حاجه في المجتمع. وهو مش المفروض ان احنا نبقى نسخ شبيهه ببعض، كل واحد ليه نسخته الشخصيه وكل واحد ليه شخصيته، احنا لينا ان احنا نستفيد منه. صلاح طول الوقت دروس مستفاده للي عايز يعي، عايز يستوعب، عايز يفهم. محمد صلاح وده اللي كتبه دكتور اسامه شوقي بيقول ان اختزال محمد صلاح بمجرد ان هو لاعب كوره موهوب ورياضي عالمي استثنائي ده جهل شديد بواقع وحقيقة الأمر. محمد صلاح مثال رائع للإنسان الرائع، وأعتقد أنه نموذج لابد أن الشباب يعرفوه ويتعلموا منه في كل المجالات. شخصية محمد صلاح هي اللي عملت منه نجم. كرة القدم مش مهارات فنية، ولكن لو أنت قدرت تستنسخ نفس الشخصية، على فكرة في الشخصية والأفكار والاتجاه، لو إحنا قدرنا نستنسخ نفس الشخصية ونفس الفكر، هيكون عندنا محمد صلاح تاني وتالت، هندسة، طب، صناعة، زراعة، إدارة أعمال، فن، أي حتى في السياسة. يعني صلاح نموذج يدرس، هو اجتهد على نفسه ونافس نفسه وعمل نفسه بنفسه وبنى نفسه قصة نجاح عصامية رائعة لازم نحتفي بيها، نحترمها. لو معترضين نتراجع لورا وما نقولش كلمة، نخلي كلامنا لنفسنا، نروح نحسن نفسنا ونروح نصلح نفسنا، ملناش دعوة بالآخرين. نسيبه صلاح في حاله هو لوحده كده حاجة مختلفة ورائعة، زي مجدي يعقوب في الطب. ففي ناس كده ربنا معوض مصر بالشخصيات دي ان يكون ليها تأثير عالمي. فمن فضلكم ما تفضلوش طول الوقت بتهدوا في النماذج الرائعة دي. احنا عايزين نقول بمنتهى البساطة لأصحاب البوست الهدامة، أرجوكوا ارجعوا خطوة لورا، احنا زهقنا، احنا عايزين نشوف تشجيع لولادنا اللي في مختلف المجالات. أنا عايزة في يوم من الأيام إن كل أب عنده بنت زي مكة تبص له بالمنظر اللي مكة بتبص لباباها في الصورة اللي هي هتطلع دلوقتي. انتوا لو شفتوا البصة دي بتدل على ايه؟ انا في قراءتي للبصة اللي انا شايفاها قدامي هي انها بتقول له انا بحبك، فخورة بيك، ربنا يخليك ليا، انت علمتني حاجات كتير ورغم صغر سنها. انا اتمنى من كل اب موجود وبتفرج على الصورة دي انه يعرف ان انت محتاج تبقى حابب نفسك، عارف انت عايز تعمل ايه بالطريقة اللي انت عايز تعملها، عشان في يوم من الايام تخلق جيل اخر يبص لك. انا بتهيالي الصورة دي لو شافها كل اب لازم يحط نفسه مكان صلاح عشان بنته او ابنه يبص له بكل الفخر والاعتزاز والامتنان والحب. يعني النظرة دي تسوى الدنيا كلها. بالك. فدي يعني الصورة دي لكل الاباء، انتبهوا عشان تحصدوا كل هذا الحب والفخر. وفي نفس الوقت هذا الرجل بيلعب وعنده مواعيد تدريب وعنده مباريات وعنده سفريات كتير، ومع ذلك هو ملتزم انه يبقى موجود في حياة بناته ان كان يفسحهم. اذا احنا الموضوع مش موضوع انا مشغول ومش هينفع ادي الوقت، اتعلموا من صلاح، هو ده اللي احنا عايزين نقوله في الاخر، وربنا يحفظه لمصر.